أصبحنا يعني ناخد وقفة يعني عبر الهاتف نستطلع فيها الأوضاع الآن في الجامعات المصرية. طب ويمكن قبل ما نروح لجولة الجامعات، خبر عاجل أيضا ورد إلينا الآن أن أمن الإسكندرية يلقي القبض على سائق وبحوزته 319 قطعة ملابس عسكرية، 319 قطعة عسكرية ضبطتها قوات أمن الإسكندرية بحوزة سائق. ونعرف التفاصيل أكثر من خلال سيادة اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية. صباح الخير يا فندم، يعني لو تفاصيل أكثر حضرتك يعني تقدر تمدنا بيها عن السائق الذي ضبطتم بحوزته 319 قطعة من الملابس العسكرية. صباح الخير يا فندم. هو حضرتك بالنسبه للموضوع ده، طبعا احنا بنعمل اكمنه ثابته متحركه في كافه انحاء المدينه سواء على المداخل او الخارج لفحص المشتبه فيهم وفحص السيارات المارة لضبط اي حاجه طبعا تقل بالامن العام. كان الضباط ما بين اداره البحث الجنائي والاكمنه والطرق على الطرق السريعه كانوا استوقفوا احدى السيارات وبتفتشها عثر بداخلها على مجموعه من الملابس العسكرية وبيتم فحصها حاليا، وفي مندوب من النيابة الشرطة العسكرية موجود، وسواء كان معاه قطعة مخدرات وبيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ودي الحال بالنسبة ان احنا اي حاجة بتتظبط بتتفحص وتتشاف ونشوف مصدرها ايه وبيتم التحقق من جديتها يعني. طيب وعلاوة برضو على عدة قضايا كانت اتظبطت امبارح، صراحة أسلحة نارية أو قضايا مخدرات أو قضايا تموين بكافة الاتجاهات، بيتم عمل حملات مستمرة على مدار اليوم يعني. طيب استراتيجية حضراتكم ل يعني تأمين الطرق الخاصة بالإسكندرية خاصة مع ورود أنباء عن وجود استهداف لضباط الشرطة خاصة على الطرق السريعة، وأيضا بيان الحكومة بعد اجتماع دام يمكن لأكثر من 4 ساعات الذي أكد على الحسم في مواجهة الإرهاب؟ هو في اجراءات مشدده معموله على كافه الطرق الساحليه والصحراويه والدوليه، وبيتم التنسيق فيها مع القوات المسلحه في دوريات امنيه مشتركه بيبقى فيها قوات مسلحه وامن مركزي ومباحث وانظام. الطريق متقسم الى عده مناطق وبيقوم بالمرور عليه والتمشيط وتوسيع دائره الاشتباه. كافه النقط الامنيه والنقط الاشتراطيه الخاصه بالقوات المسلحه في اتصال دائم ما بينها وبين بعض بحيث لو في اي حاجه يبقى في تامين كل منهما للاخر. في تواجد في كافه الميادين والشوارع الرئيسيه في الاسكندريه ومتقسمه لمربعات امنيه برضه لنظام المرور والتحقق من اي حاله اشتباه. كافه المنشات الهامه والحيويه مؤمنه الحمد لله التامين الكافي بالاشتراك برضه مع القوات المسلحه. طيب يا فندم ماذا بشان جامعه الاسكندريه؟ الحمد لله يعني هو الجامعه الامور بقى لنا 3 ايام الحمد لله كويسه هادئه، اذا كان في بعض المسائلات الداخليه انما ما فيش اي اعمال عنف والجامعه بتتخذ معها الاجراءات الاداريه يعني الحمد لله حتى الان الامور خير. احنا نتمنى التوفيق لجهود حضراتكم المشكوره ان شاء الله وزاره الداخليه وكل الجهود المشكوره من كافه قيادتها وايضا ضباطها وافراد شرطتها. شكرا لسياده اللواء امين عز الدين مساعد وزير الداخليه ومدير امن الاسكندريه على هذه المشاركه الكريمه. أيضا